بعد ما طلعنا لفاصل ورجعنا مشاهدينا منتابع فقرات شباب لك، وراح نتكلم بهالفقرة عن القرارات الخمسة يلي أصدرتها الحكومة التركية بما يخص تواجد السوريين في إسطنبول. خليكم معنا. أصدر والي إسطنبول قرار بخصوص السوريين اللي راح يتمكنوا من نقل قيودهم من أي ولاية تركية إلى ولاية إسطنبول. طبعا هالقرار إجا بعد التشديد الأخير يلي صار بالولاية، راح نتكلم عن هالموضوع لكن بعد ما نشوف المادة. بعد ما شفنا المادة مشاهدينا، بيسعدني استضيف عبر السكايب من أنقرة السيد يوسف ملا، خبير في شؤون اللاجئين السوريين في تركيا. مرحبا وأهلا وسهلا فيك سيد يوسف. أهلا وسهلا فيكم والله يقويكم. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. بداية سيد يوسف، شو الإجراءات التنفيذية لها القرار؟ يعني ما خرج به الوالي من شروط ومن بنود كانت متوقعة، كون منبر الجمعيات سابقا أعلن عن شروط متشابهة، وهناك أكثر العديد من المؤسسات المجتمع المدني تقوم، ومن بينها اللجنة المشتركة للائتلاف الوطني المعارض يقوم أيضا بعمل لقاءات عديدة. والي إسطنبول خرج ببيان طالب فيه الالتزام بالقانون، وتكلم عن الأشخاص والحالات الخمسة التي يحق لها البقاء في إسطنبول من المخالفين. نذكر من بينها أولا الطلاب المسجلين في التعليم الإلزامي في إسطنبول، ولكن يشترط أن يكونوا قد مضى على تسجيلهم سنة في السنة الماضية، أن يكونوا من المسجلين في عام في السنة الدراسية 2018-2019، ولا يقبل من يسجل الآن في المدرسة للعام الدراسي 2019-2020. ثانيا تكلم عن تسهيلات خاصة بالطلاب الجامعيين المسجلين في جامعات إسطنبول، وأنه بإمكانهم أن ينقلوا كملهم أو يحصلوا على كملك إسطنبول. وتكلم أيضا عن الأيتام وعوائلهم أو من يعتني بهم، وأنه يحق لهم الحصول على كملك إسطنبول. وتكلم أيضا عن العوائل التي بعضها من إسطنبول وبعضها من غير إسطنبول، وقال أيضا يمكن أن يحصلوا على كملك إسطنبول بعد إبراز الثبوتيات. وأيضا في البند الأخير تكلم عن أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات ورواد الأعمال، وقال كل من يثبت أنه مضى على افتتاحي لهذا المشروع أكثر من 3 أشهر أو قبل 3 أشهر ويأتي بوثيقة الفعالية فهذا الشخص يحق له أن يحصل أيضا على كملك إسطنبول. هذه أهم البنود التي أكد على أن فقط لهذه الحالات الخمسة سيتم السماح مع تمديد الفترة كما تعلمون. تماما سيد يوسف، هلأ كل إجراء بيحتاج إلى أوراق حتى يعني الشخص ينتقل بشكل قانوني، شو الأوراق اللي بيحتاجها الشخص حتى يقدر ينتقل ويصير بإسطنبول؟ الطلاب بحاجة إلى وثيقة طالب، ما يدعى بأورانجي بالكسي، وثيقة طالب تثبت أنهم كانوا طلاب في العام الماضي في المدرسة الفلانية. الطلاب الجامعيين بحاجة إلى ورقة قبول جامعي أو ورقة تثبت أنهم يدرسون في الجامعة. أما الحالة الثالثة فهي العوائل التي بعضها من يحمل كملك إسطنبول وبعضها لا يحمل كملك أو يحمل كملك من غير ولاية. هؤلاء يحتاجون إلى إثبات زواجهم عن طريق دفتر عائلة تركي أو عن طريق دفتر عائلة سوري تثبت أنهم من عائلة واحدة. البند الرابع أو خلينا نقول الخامس
هو الناس الذين لديهم شركات، فهم بحاجة إلى وثيقة تدعى فعاليات بلجسة تثبت أن هذا الشخص افتتح هذا المشروع قبل وقت، وهو يقوم بدفع ضرائبه والقيام بالمعاملات الأخرى. واشترط الوالي أن تكون قبل 3 أشهر من إصدار القرار أو البيان. الحالة التي لم نذكرها وهي الأيتام، مع إحضار شهادة وفاة أو إحضار وثيقة تثبت أن هذا الطفل يتيم أو أن زويه غير موجودين أو أنه موجود فقط مع أمه، يمكن أن يمنح كملك إسطنبول. طيب سيد يوسف، سؤال انطرح على صفحة البرنامج عنا، في حال كانت عائلة موجودة بإسطنبول، نصف العائلة بإسطنبول من حملة الإقامات، النصف الآخر خلينا نقول شخص واحد موجود بولاية ثانية لكن معه كملك، شو ممكن يشتغل بهاي الحالة؟ يمكن أن يظهر الإثبات كما قلنا، وهو دفتر العائلة السوري أو دفتر العائلة التركي، شيء يثبت درجة القرابة الأولى. وكما تعرفون الزواج هو من أهم درجات القرابة الأولى في تركيا، ولكن نحتاج إلى إثبات هذا الأمر عن طريق وسائل. المطلوب دائما الأقوى هو دفتر العائلة التركي. كثير من حالات الزواج التي حصلت هنا استطاعوا الحصول على دفتر العائلة التركي ولا يشترط فيه شروط صعبة. أما المتزوجين سابقا فما عليهم سوى إثبات ترجمة دفتر العائلة وإبراده لدائرة الهجرة في إسطنبول. نعم، طيب بدي أسألك في حال خلينا نحكي عن موضوع الإقامات، طيب إذا أحد الزوجين معه إقامة شو الإجراءات يعني بيكون وبولاية أخرى موجود؟ إذا كان يملك إقامة فهو في الأصل الإقامة السياحية تخوله الإقامة أينما أراد، فلا يشترط كما يشترط في الكملك. وكما تعلمون خرج منبر الجمعيات وسنسمع قريبا قانون تبديل الكملك بإقامة. الحكومة التركية تنوي تسهيل هذا الموضوع، فهي قالت أن كل من لديه جواز سفر وكل من لديه جواز سفر صالح ولديه ختم دخول صالح، يعني ختم الدخول لا يشترط فيه 3 أشهر كما يشترط في الإقامة، أي ختم دخول رسمي وباسبور صالح، يمكن للشخص أن يستبدل هذا الكملك بالإقامة. السبب الذي يدفع الحكومة لأن تقوم بهذا الأمر أن أصحاب الإقامة بالأصل يمكنهم الإقامة في أي مدينة ولا يشترط فيهم إذن السفر، ويستطيعون التجول ضمن الأراضي التركية حتى الخروج من تركيا دون إذن سفر خارجي. تمام، السؤال يعني هلا الإقامة السياحية بتخولك تسافر دون إذن سفر، بتخولك إنه أنت تكون موجود بأي ولاية، لكن هو السؤال كان شخص معه إقامة سياحية وشخص معه كملك، عن الأزواج بنحكي. هي إذا كان أثبتوا استفسار. الزواج، إذا كانت الزوجة مثلا كملكها من غير ولاية، تستطيع إذا أثبتوا الزواج عن طريق دفتر عائلة سوري أو تركي، تستطيع الزوجة نقل الكملك إلى إسطنبول. يعني هذه تمام، ضمن الحالات بالأصل البند الذي تكلمنا عنه، البند الثالث، وهو العوائل. فلم يشترط أن يكون للطرفين كملك. أي إثبات يثبت أن هذا الشخص لديه درجة قرابة أولى، يعني يستطيع أن يبرز الوثائق في دائرة الهجرة وإن شاء الله يحاولون مساعدته. تمام. طيب أستاذ يوسف، ماذا عن النشطاء والعاملين بالمجال الإنساني؟ سمعنا قد يكون لهم وضع خاص، صحيح؟ نعم، يعني البيانان، بيان الوالي وبيان منبر الجمعيات السورية، تكلم عن تسهيلات خاصة بالإعلاميين والعاملين في هذا المجال، سيتم تسهيل الأمور لهم. طبعا سبق إعلان الوالي تصريحات سليمان سويلو التي يعني دلت على فحوى ما سيكون به تصريح الوالي. طبعا الوالي خرج ليقول أيضا أن الحملة لا تقتصر على السوريين فقط، وإنما هي موجهة تجاه كل المهاجرين الغير شرعيين، وأنهم لا يريدون أن تكون إسطنبول مركز للهجرة الغير شرعية. إذا أحببت أستطيع أن أعرج أيضا على تفاصيل البيان، مرة التفاصيل الأخرى والبنود الأخرى في البيان. طيب بعض التسهيلات اللي ممكن يعني يحصل عليها الناشطين أو العاملين بالمجال الصحفي مثل شو يعني بس باختصار؟ نقل الكملك أهم الأمور التي يعاني منها الكثير من الإعلاميين أو العاملين في المجال الصحفي. الكثير منهم عندهم مشاكل في الإقامة، الكثير منهم عندهم مشاكل في نقل العنوان، كونه كان يعمل سابقا في قناة تلفزيونية مقيمة مثلا في عنتاب أو في مدينة أخرى وانتقل إلى إسطنبول والآن لا يستطيع الحصول على الكملك. فهؤلاء
إذا أثبتوا عملهم كإعلاميين أو كذا يعني فهناك يحتاج أنه العديد من يثبت عمله. التسهيلات لهم. تمام. بس سيد يوسف بدي أسألك كسؤال أخير، القرار مفتوح المدة أم مدته محدودة؟ إلى تشرين الأول، يعني إلى تقريبا 30 عشرة إلى تشرين الأول مدة المهلة. والآن ننتظر أيضا إن شاء الله، ممكن يكون هناك العديد من اللقاءات بين منظمات المجتمع المدني وبين الجهات المختصة، وهناك أيضا لجنة الائتلاف، وهناك منبر جمعيات يعمل، فالعديد يعمل، وننتظر الأخبار السارة. لا أتوقع إلا أن يكون هناك أخبار جيدة تحمل الأخبار السارة لأهالي إسطنبول والناس الذين ينتظرون ويترقبون العديد من القرارات التي من كونها أن تسهل لهم حياتهم في إسطنبول. صديق البرنامج يوسف ملا، بدي أتشكرك على مشاركتك معنا. حياكم الله، بارك أهلا الله وسهلا فيكم، فيك. الله يقويكم. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا خليكم معنا، بعد الفاصل راح تكون معكم زميلتي آلاء بفقرة جديدة من شباب لك.